الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه له الأسماء الحسنى، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، ما ظهر مظهر إلا لظهوره فيه دون أن يتقيد في المظاهر، إذ لولاه ما ظهر ظاهر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، الذي قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس، عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن خامس الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتهينا من شهر محرم وبدأنا في شهر صفر، وشهر صفر كان يعتبره العرب في الجاهلية شهر شؤم وطيرة، لأنهم كانوا يتشاءمون وكانوا يتطيرون، والتشاؤم والتطير، وسمي التطير لأنه إذا حزبه أمر وأراد أن يقوم به كان يأتي بطائر ثم ينفره، فإن طار جهة اليمين معناه أن هذا الأمر يكون فيه بركة فيعزم ويتوكل على الله، وإذا طار الطائر جهة اليسار معناه يقعد ويأخذ في هذه الجهة، فسميت التشاؤم تطير لهذا الأصل وهذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء ليغير أفكار الناس المتعلقة بالأساطير، لأن هذا الفعل يدل على أن هناك من يعلم الغيب مع الله. هذا الطائر الأبكم الذي لا يدرك ولا يعقل، إذا تحرك جهة اليمين يستشرف منه المستقبل أن فيه بركة، وكأنه نسب العلم لجاهل، وإذا تحرك جهة اليسار معناه أنه لا ينعقد هذا الأمر وينبني عليه الشر. فنسبة
التدبير والعلم لغير الله هذا أمر من أمور الأساطير والكذب والخديعة. جاءت الأنبياء لتخرج هذه العقول من سيطرة الأساطير إلى الحقيقة، والحقيقة أنه لا فاعل ولا مدبر إلا واحد وهو الله، وأن هذا الطائر الذي يتحرك يطير في أي جهة كان هو ما هو إلا خلق من خلق الله يسير على وفق مراد الله، وأن الإرادة والمشيئة لله، وأن العلم لله، وأن التقدير والتدبير لله. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وعن التشاؤم. والعجيب أن في هذا الزمان والإسلام ما زال موجودا وينتشر منذ أكثر من 1400 عام، إلا أن هناك ناس ومن المسلمين يتشاءمون ويتطيرون من بعض الأرقام ومن بعض الأحداث ومن بعض الأشخاص ومن بعض الأيام. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن إسماعيل بن علي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يسلم منهن كثير من الناس. ثلاث يعني ثلاث خصال لا يسلم منهن كثير من الناس: الطيرة والظن والحسد. الطيرة يعني التشاؤم، والظن يعني ظن السوء، والحسد أن تستكثر النعمة على بعض الأفراد وتستقل نعمة الله عليك، ثم تتمنى أن يكون من وسع الله عليه أن يكون مثلك في ضيق وفي شد، لأن البلية إذا عمت هانت، فإذا كنت في بلاء وغيرك في نعمة تحسده على أنه في نعمة وأنت في بلاء، تتمنى أن يذوق مما ذقت. كثير من الناس تراودهم نفوسهم أحيانا بمثل هذه الأشياء مع بعض الأفراد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مرض يصيب القلوب وأن قليل من الناس ما يسلم منه هذه الأمراض الثلاثة ونحن واقعون فيها في هذا الزمان، الطيرة والظن والحسد، وتكلم على ظن السوء بما شئت الآن، والآن بمجرد أن يظن إنسان السوء في آخر يعتقد أن ظنه هذا هو الحق، ثم بعد ذلك لا يحقق بل يتخذ موقفا ضد من ظنه أنه يفعل فيه السوء فيسيء إليه قبل أن يسيئه إليك. أحيانا كثيرا ما يحدث ذلك ويؤدي إلى فساد ذات البين. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وكلنا يحفظ هذه الآية إن بعض الظن إثم. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث. قد تظن المرأة في زوجها ثم بعد ذلك تسير وراء ظنها على أنه أمر محقق فتضيق عليه وتضايقه حتى ينتهي إلى الطلاق. وأحيانا الرجل يظن السوء في زوجته فيراقبها ويسجل مكالمتها ويدخل على صفحتها كما يفعل كثير من الناس ويتحسسون ويتجسسون حتى يجد لها خطأ ما قابل للمناقشة فيطلقها من أجل هذا الخطأ، ويفسد العلاقات بين الرجال والنساء في بيوتهن، وتفسد العلاقة أيضا بين الأفراد بعضهم ببعض، وتفسد العلاقة بين الصغير والكبير وبين الشيخ والمريد، كل ذلك بسبب سوء الظن وهو أكذب الحديث. فتتقطع أواصر الناس، ونحن نعيش في هذا الزمان الآن كل إنسان كأنه جزيرة معزولة، كل إنسان حتى الأسرة الواحدة، تدخل في الأسرة الواحدة تجد كل إنسان منغمس في ما يحمله من جهاز ويطالع بعض المواقع
والأسرة كلهم يجلسون مع بعض في بيت واحد في حجرة واحدة، والكل له اهتماماته الخاصة، وقل من يسأل الآخر عن حاله ويتحسس أخباره ويعيش مشاكله ويحاول أن يحلها له. هذا الواقع الذي يشعرك بالوحدة وأنت في وسط الناس يؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية التي يعانيها كثير من الناس، وأكثر العيادات ازدحاماً على مستوى العالم بما في بلاد المسلمين الآن هي عيادات الأمراض النفسية، لأن الإنسان بطبيعته يأنس لأخيه، فإذا عاش في هذه الوحدة يستوحش، فإذا استوحش واستمر على هذا إما أن يقسو قلبه ويعيش أناني لا يشعر بأحد، أو أن لا يتحمل قلبه هذه القسوة فيدخل في أدوار الاكتئاب والانعزال والعزلة وغير ذلك ممن يعاني. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يسلم منهن كثير من الناس: الطيرة والظن والحسد، قيل: وما العمل يا رسول الله إذا كان هذا أمر شائع ومرض شائع في قلوب الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحدد لك دواء كل شيء، إذا تطيرت فلا تقعد، يعني استمر أنت في حياتك، يعني لا تتخذ قرارك بناء على تطيرك وعلى تشاؤمك، بل اتخذ قرارك على وقائع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا تشاءمت من شيء لا يجعلك تشاؤمك هذا أن تقعد عن الأمر الذي أنت عازم عليه. إذا تطيرت فلا تقعد، يعني فلا تمتنع، لابد أن تقاوم هذا الشعور، وإلا إذا سيطر عليك واستسلمت له عدة مرات في حياتك تحولت إلى إنسان مكبل، مكبل بغير وثاق ومقيد بغير قيد، ثم ينتهي بك الأمر إلى المرض النفسي. فإياك إياك، المرض إذا قاومته انقشع، وإذا استسلمت إليه استشرى وقوي عليك. فإذا تطيرت فلا تقعد، يعني فلا تمتنع عما أنت مقبل عليه، بل استمر على ما أنت عليه. وإن أصابك خير فأحمد الله، وإن أصابك شر فقل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تندم، لأن ما أصابك من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، كل بقدر الله، فقد يختبرك بالنعمة ويختبرك بالمصيبة أيضا، فالله يختبرك بكل شيء. فإذا أصابك شيء وكنت متطيرا فلا تقل: يا ليتني لم أتحرك، يا ليتني كنت سمعت ما كان في قلبي من عدم ارتياح لهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا يردك إلى المرض مرة أخرى وأنت تريد أن تخرج منه، والله يعالج لك هذا الأمر. يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وليس متعلقا بأن ترى قطة سوداء أو كلب أو كلب أسود أو يوم الثلاثاء أو يوم 13 أو شهر صفر أو إنسان جار عندك كلما تصبحت به حدثت لك حادثة سيئة فيرتبط عندك أن إذا تصبحت بفلان عليك أن تعود إلى بيتك ولا تذهب إلى العمل لأنه سوف تأتيك مصيبة. كثير من الناس يظنون ذلك ويفعلون ذلك، وللأسف أنا أجد كثير حتى من زملائي الأطباء عنده هذه الاعتقادات الغريبة، حتى أنه أحيانا ينزل يذهب لعيادته فيرى ما يتشاءم منه فيعود ويعتذر للمرضى. شيء عجيب أن تكون بهذه العقلية وأنت بهذا العلم، وبعضهم أساتذة في الجامعة. لماذا؟ لأنه استسلم لشعور التطير من صغره فسيطر عليه في كبره فأصبح لا يستطيع أن يقاوم. فإياك أن تستسلم لهذا الشعور، بالضبط كالذي يشعر بالوسواس في الطهارة، إذا استسلم لوسواس الطهارة قد يستغرق الوضوء معه نصف ساعة لأنه استسلم لوسواس الطهارة. هل غسل يده؟ هل وصل الماء إلى مرفقه؟ والماء بعينه يراه في المرفق ولكن ما زال يدلك أعضاءه
حتى يمر عليه النصف ساعة. أنا كنت أعلم أحد أصدقائي كان يغتسل من الجنابة في ساعة ساعة، وتسمع أصوات المياه التي تسكب تكفي لتغسيل أهل المقطم جميعا، وهو يغتسل بهذه الكمية، وما زال ويضيع عليه الجماعة الأولى ويضيع عليه، ثم يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة ليغتسل ويدرك صلاة الفجر قبل شروق الشمس بلحظة. كل ذلك لماذا؟ لأنه استسلم، استسلم للشعور بهذا الوسواس، لأن الوسواس هذا منشأه أيضا سوء الظن بالله، كما أن التشاؤم منشأه سوء الظن بالله وليس الثقة في الله. هو منشأه أصلا سوء الظن بالله، إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر لك الوضوء اللي أنت بتتوضأ، وإنك أنت ما قريتش بسم الله الرحمن الرحيم كويس، لأن السين ما جاتش كويس، يقوم يقعد يقول بسم 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 الله، هكذا يقول في الصلاة. وأنا نرى كثير من الناس يفعلون مثل هذه الأشياء، لأنهم استسلموا، استسلموا لها فسيطرت عليهم حتى صارت مرض يسمى الوسواس القهري. يعني هذا مرض يسمى، قد يحتاج الإنسان فيه الدخول لمستشفى إلى هذه الدرجة. لكن لو قاومه منذ مهده، منذ بدايته في حياته، لخرج منه وبرئ منه تماما. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطيرت فلا تقعد، يعني لا تتخذ قرار بناء على هذا التطير، لأن هذا التطير الأول يجعلك تتوسوس من بعض الأشخاص أو الأحداث، ثم بعد ذلك تتوسوس من بعض الأفعال، حتى أن بعضهم يغلق باب شقته بالمفتاح وهو متذكر أنه أغلقه، ثم يذهب إلى عمله، ثم يعود من عمله مرة أخرى ليتأكد أنه أغلق فيضيع وقته فيما لا طاقة، جهد عجيب. فإياك إياك أن تتوسوس أو أن تتطير، كن مع الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علمت ذلك وتيقنت ذلك لا تندم ولا تنسب وقوع المصائب لتقصيرك في أنك لم تتطير أو لم تأخذ بالحزم. فاعلم أن الأمور كلها بيد الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تحزن على شيء فاتك، اوعى تحزن على حاجة فاتك، بل بالعكس ده ما يفوتك ربما يكون نعمة أكثر من أن تحصله، لأن كل ما حصلته سوف يبتليك الله فيه ويختبرك كيف تتصرف فيه. أما ما لم تحصله فقد عفاك الله أن يسألك لما لم تتصرف. إذا تكلمنا على نعمة المال، قد يصرف الله عنك كثير من الأموال وتعيش مستور الحال، ولكن ليس عندك مال كثير، واعلم أن الله لما صرف عنك المال الكثير فتحك لك أبواب أخرى كثيرة، أبواب التفرغ لعبادته، أبواب القناعة والرضا، أبواب عدم الشره والطمع، أبواب عدم الانشغال في كيفية المحافظة على المال واستثمار المال والحزن على ضياعه بعد اكتسابه، أغلق عليك أبواب كثيرة. فنحن علمنا ناس كثيرون كانوا أغنياء وكان سبب تعاستهم انهماكهم في استثمار ما هم به أغنياء، حتى أن بعضهم مات وأصابته الجلطات والشلل بسبب الصدمات في فقد كثير من أمواله. فربما يضيق الله عليك الرزق ويعطيك ما يكفيك ليفتح لك باب العافية وباب التركيز في طاعة الله بدلا من التشويش، وأيضا يعلمك الاعتماد عليه وليس الاعتماد على الرصيد في البنك، لأن الإنسان الذي رزقه كفاف رصيده هو الله، والإنسان الذي يكون عنده أرصدة في البنوك فرصيده في البنك، وشتان بين من كان مع الرازق وبين من كان مع الرزق، شتان شتان. فعلشان هذا الأمر عليك أيها المسلم لا تتمنى غير ما أقامك الله فيه، لا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض. ربما لو فتح عليك الباب الذي تتمناه لا أغلق عليك كثير من أبواب النعم التي تتمرغ أنت فيها الآن.
فتتمنى أن تعود كما كنت بل أقل مما كنت. فإياك إياك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فلا تؤنب نفسك كثيرا أنه فاتك كذا وفاتك كذا وليتني كنت فعلت كذا ولو فعلت كذا كان حدث كذا، والحسرة التي تملأ القلوب بسبب ضياع الفرص التي قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط ومرض السكر والدخول في العناية المركزة والجلطات والأمراض الكثيرة التي يعاني منها كثيرا بسبب الحسرات. حسرات مواقف الحياة، ومواقف الحياة الذي يخلقها الله لا اختياراتك. اختياراتك ليس لها دخل في الأقدار، اختياراتك لها دخل في ما ينبني عليه من ثواب وعقاب خاص بك. أما اختياراتك فلا دخل لها في أقدار الله. أقدار الله كلها كالسيف تسير علينا جميعا وينظر كيف نتفاعل معها وكيف نتأثر بها. ثم بعد ذلك عليك ألا تتحسر على ما فات، لأن المتطير يخاف أن يستمر مع طيارته أن يتحسر، يخاف من الحسرة، يخاف من الندم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لا تندم. لو أصابك شيء أنا كتبته عليك قبل أن أخلق السماوات والأرض. اختيارك ليس السبب، وكأنه يطيب خاطرك، تقول هذا الأمر مني ومن قدري ليس منك، أنت لست لك ذنب فيه. فلا تتحسر ولا تؤنب نفسك كثيرا، بل وكل الأمر إلي، فإني قد أضرك لأنفعك وقد أمنعك لأعطيك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه أدوية نبوية قرآنية شريفة لأمراض القلوب التي قد تؤثر وتعكر على علاقتك بربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالناس. فربما يضرك إنسان، يعني يأتي الضر على يد إنسان إليك، فاعلم أن الضر هو الله وليس هذا الإنسان. ولذا إذا شعرت بهذا المعنى لا تعادي إنسان ولا تعادي الأشخاص، لأن الإنسان ما هو إلا آلة في يد الأقدار يحقق الله بها الأقدار المتعلقة بك، فقد ينفعك ببعضهم وقد يضرك ببعضهم، وقد يعطيك ببعضهم وقد يمنعك ببعضهم، والأمر كله من الله. فإذا كان كذلك فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني لا تفرح فرحا بالنعمة ينسيك المنعم، ولا تحزن على مصيبة أصابتك ينسيك الصبر عليها والرضا بقضائه والنظر إلى الفرج فيها، فإن انتظار الفرج عند البلاء عبادة كبيرة، فلا تحرم نفسك منه. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في دواء الطيرة: إذا تطيرت فلا تقعد، يعني استمر على ما أنت عليه، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، وما أصابك من حسن من سيئة فمن نفسه، وما أصابك من حسنة فمن الله. يعني ما أصابك من مصيبة، المصيبة في الحقيقة ليست هي المصيبة التي وقعت، بل المصيبة التي وقعت في قلبك عند وقوع المصيبة وهي عدم الرضا بها، هي دي المصيبة. المصيبة في المحنة ليست المحنة، المصيبة في المحنة هو عدم رضاك بقضاء الله في المحنة، هذه هي المصيبة الحقيقية. لأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يختبرنا، وقد بيّن ذلك في القرآن، لابد أن نختبر، لأن هذه الدنيا ما هي إلا دار اختبار، نحن كلنا نعلم ذلك. فإذا اختبرك الله فاعلم أنه قد يختبرك بالضر ويختبرك بالنفع، ونبلوكم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني الكل اختبار. ولذا عليك أيها الإنسان أن تعلم أن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن المصيبة هي في نفسك لا في قدر الله، لأنك لو تلقيت قدر الله بالرضا صارت المصيبة والمنح والمحنة صارت منحة، لأن الصابرين على ما أصابهم ربنا يقول عليهم إيه: وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى قد يصيبك بأمر يؤلمك فتصبر عليه فيعطيك عليه ثواب أكثر مما يعطيك على عبادتك، وكأنه أراد أن يمنحك في صورة المحنة. فالمحنة تكون محنة حقيقة من نفسك،
يعني إذا نفسك لم تقبلها، إذا نفسك تضجرت منها، إذا نفسك لم ترى أنها من الله، بل رأتها من فعل غيره، والحقيقة أنه لا فاعل إلا الله، فتضجر. فما أصابك من حسنة فمن نفسك، أي من سيئة فمن نفسك، أي نفسك هي التي انفعلت وتفاعلت خطأ. والنبي يريد أن يعلمك كيف تتفاعل مع الأحداث. إذا تطيرت فلا تقعد، يعني معناه اسعى فيما أنت قادم عليه وخذ بالأسباب، فإن جاء الخير فاحمد الله، وإن جاء غير ذلك فاصبر على قدر الله، ولا تلومن نفسك ولا تلومن أحد، واعلم أن الله يختبرك بالمنع كما يختبرك بالعطاء. هذا الأمر ببساطة. وإذا حسدت فلا تعتدي، يعني إذا حسدت إنسان ما تعتديش عليه، ولا تتمنى زوال النعمة منه، ولا تحقد عليه، ولا تفرح إذا أصابته مصيبة، فلفتم نفسك من ذلك كله فلا تعتدي، بل تمنى وحول الحسد إلى غبطة، تمنى أن يكون عندك مثل ما عنده مع بقاء ما عنده على ما هو عليه، وهذا يسميه النبي غبطة، وسماه أيضا حسد بالمعنى المجازي، فقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي في وجوه الخير. والحسد هنا في الحديث بمعنى الغبطة، يعني تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من قرآن لتقوم بالقرآن كما يقوم، أو تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من مال لتنفقه كما ينفقه مع بقاء هذا المال في يده، هذا هو المطلوب. أما أن تعتدي فتسعى إلى أن تضر أو تأخذ ما بيده من النعم أو تفرح إذا أصابته مصيبة، فإياك إياك، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإنك لو وقعت في هذا حب الشر لغيرك من المسلمين فقد وقعت في نقص كبير في الإيمان، بل قد ينتفي الإيمان بالكلية. لا يؤمن أحدكم، هل لا يؤمن حقيقة، أو لا يؤمن كاملا، أو لا يؤمن إيمانا بحسن خلق، تحتمل كل هذا، يحتمل النفي على الإطلاق ويحتمل النفي الكمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تطيرت فلا تقعد، وإذا حسدت فلا تعتدي، وإذا ظننت فلا تحقق. إذا جاءك ظن سوء في أن إنسان يكيد لك، لا تتجسس عليه ولا تحاول أن تتحقق، إياك إياك. الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قالها بعد قوله إن بعض الظن، لأن الظن إثم، فإذا حولته إلى تحقيق بالتجسس والتحسس وقعت في إثم آخر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ظننت فلا تحقق، كأنه حديث نفس عابر، واتركه واترده، ثم عامل الناس كلهم كما تحب أن يعاملك الناس، وعامل الناس كلهم بالرأفة والرحمة والشفقة، واعلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، واعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاترك الله يدافع عنك بدلا من أن تدافع أنت عن نفسك. تريد أن تحتاط ممن يكيد بك ظنا منك أنه يضرك، اعلم أن الضر هو الله والنافع هو الله، وأن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشقك كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا عن أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشقك كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور يبديها ولا يبتديها سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يداوي قلوبنا بدواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكون أهل قلوب سليمة نلقى الله وليس في قلوبنا شيء لأحد. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ثلاث أمراض بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم منها كثير من الناس: الطيرة والظن والحسد، وعلاجها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا تقعد، وإذا حسدت فلا تعتدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يزكينا وأن ينورنا أبصارا وقلوبا وبصيرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اللهم اقض حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين. ردنا بما قسمت لنا، واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفر أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من شرورهم، ونذره بك في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم كما هديتنا للإسلام يا رب العالمين، فلا تتوفانا إلا ونحن في كمال الإسلام والإيمان والإحسان يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، حب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من خلفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكليف. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا ولا مرضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.